خالتي راني لداخل مستشفى عسكري شغل عناجة تاعهم. هاي دبابة مقارية هنا درت على الحرب العالمية ولا هاك فاش خادم لداخل المستشفى العسكري هذا عندهم يلعبوا التيني مشي تينس الكوف انا هذاك نزيد نشوفوا الجهة الاخرى. ولك المستشفى العسكري ها هذا تاع الفيترانز اللي خدموا ديجا في العسكر مالك فاش خادم مستشفى عسكري نورمال تدخل تصور على روحك عادي جدا دائما داخل المستشفى العسكري عندي لهم الدم من الصليب الاحمر الامريكي الامريكان ريد كروس كما احنا يا الهلال الاحمر وما عندهم صليب احمر او دائما داخل المستشفى العسكري ابو بايدن وهذا ما بيش فين كش وزير الدفاع ولا اذا وش حبيت نوصل انه مستشفى عسكري نورمال تدخل كي انت كي الناس ما ما كاين لا باراج لا ذيك الهضره الزايده لا وراك رايح لا والو